ما شاهد صادمة البارح في نهائي كأس الكاف بين الزمالك ونهضة بركان. الزمالك اللي فاز 1-0، فوضى تنظيمية البارح حقيقة، فوضى انت ريتش الطفل اللي هز التروفي كيفاش تنقص زيادة على راسها. فما لا فوضى، قال لك رئيس الكاف قال لك مشى 2 كيلومتر ولا أكثر على ساقيه باش دخل. راو فوضى البارح في لا فوضى، شو تحب ولا ما تحبش، فوضى تنظيميا كاتاستروف، عار على بلد كبير كيما مصر. مصر فينال كاف تصير هكايا، عار كيف كيف، عار تحكيمي اللي الحقيقه معناتها ضربه جزاء واضحه لنهضه بركان الحقيقه. بركان الحقيقه معناتها كيفاش ما تسافرش ضربه الجزاء هذيك؟ ما رجعش جمله للفار قدام الاربيتر. هزيمة فريق نهضة بركان وخسارة لقب كأس الكاف لصالح نادي الزمالك المصري وفضيحة مخرج لقاء الإياب، إضافة إلى الظلم التحكيمي ضد النهضة البركانية. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إليكم التفاصيل. أنا سمعت عزيز بنيج لاعب سابق للمنتخب المغربي شنو قال في بيين. لا سمعت وأنا بيدي الوجول تحية وصاحبي فهمت. أما الحقيقة ظلم برشا نهضة بركان، أمور تنظيمية كاتاستروف، ماتش تاع غورة نقول لك غارو معناتها الحقيقة معناتها شنو هي الغورة بالعربية؟ الغورة بالقوة. الحقيقة ندمت أنا تفرجت فيه الماتش على خاطر في بالي فينال وكاف وباش يتعدى ماتش كبير. نلقى انا اخويا الحقيقه هو قبل الماتش خالد الصفحه التحكيمة الرسميه للهيئه العامه للاستاد القاهر الرياضي. بعد فوز نهضة بركان في مواجهة الذهاب بهدفين لواحد، انهزم في لقاء العودة على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي بهدف لصفر ضد نادي الزمالك المصري والذي سوج رسميا بلقب كأس الكاف للموسم الحالي. وعرفت المواجهة حالات تحكيمية مثيرة للجدال، حيث اعتبرت جماهير نهضة بركان أن الحكم الذي أدار لقاء الإياب حرم النادي من ضربة جزاء كانت واضحة في الشوط الثاني، إضافة إلى مخرج المباراة الذي كان يتعمد عدم إعادة بعض اللقطات المشكوك في صحتها لصالح نهضة بركان. وخسر فريق نهضة بركان اللقب الثاني له في كأس الكاف بفضيحة تحكيمية ضد نادي الزمالك المصري. هذا النهائي يعد ضربة قوية للجانب الجزائري الذي كان يتهم السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالكولسة ورشوة الحكام في النهائيات الأفريقية لصالح الأندية المغربية.